بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سعداء بهذا التجمع اللطيف، وسعداء بالاحتفاء بالأستاذة باسمة العنزي التي الحقيقة لا أعلم سبب زهدها بالظهور الإعلامي، ولكن يعني اليوم تعتبر فرصة ثمينة جدا بإجراء هذا الحوار. الحقيقة الأستاذة باسمة غنية عن التعريف، هي كاتبة ومؤلفة كويتية لها العديد من الأعمال الأدبية السردية تتراوح ما بين روايات وما بين مجموعات قصصية تناولت بشكل عام حياتنا المعاصرة، قضايانا التي نحياها، حاجت على العديد من الجوائز، يعني قد تكون هي أهل لها ولسنا بصدد يعني ذكر العديد من الجوائز. فنذكر أهم وأبرز العناوين التي يعني ألفتها الأستاذة باسمة. اليوم الكتاب المحتفى به هو نجمة واحدة قد تكفي، ولها كذلك رواية حذاء أسود على الرصيف، ورواية قطط انستغرام، وحياة صغيرة خالية من الأحداث، ويغلق الباب على ضجر، وأحدث الإصدارات هي نجمة واحدة قد تكفي. الحقيقة قبل أن أقرأ وقبل أن يبتسم لي القدر بمصافحة هذه المجموعة القصصية، كان يراودني سؤال: هل حياتنا المعاشة وواقعنا المعاصر جدير بالكتابة عنه بأسلوب أدبي؟ ما الذي سندونه للأجيال القادمة؟ كيف سيرانا الأسلاف؟ كيف سيسمعنا الأسلاف؟ فكان هذا السؤال دائما يراودني. فبعد أن تعرفت على كتابات الأستاذة باسمة، علمت أن هنالك العديد من النقاط والقضايا المضيئة في واقعنا تستحق تسليط الضوء عليها. فنسأل الله أن يكون فيما سنطرحه النفع والفائدة للجميع. بداية السؤال أو المحور الأول للأستاذة باسمة، بما أننا تحدثنا عن الأدب الواقعي المعاصر، أنا حددت المعاصر لأن هنالك تيارات أدبية تعرف الأدب الواقعي تعريف مختلف، نحن نتحدث عن واقعي بمعنى المعاش والمعاصر حاليا. الأدب الواقعي أو المعاصر أستاذة باسمة، أسباب ندرته سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد الاعتناء من قبل القراء، هل الواقع من السوء والتفاهة بمكانة تجعلنا نخجل من تدوينه والحديث حوله بشفافية وصدق؟ أم أن الكتاب عادة يلجؤون إلى الأدب والتخيل هروبا من ذلك الواقع فلا يكتبون عنه؟ نسمع وجهة نظرك أستاذ باسم. شيء عبدالله، يعني شكرا جزيلا على هذه المقدمة الجميلة. بالنسبة للواقعية بالأدب أو الكتابة عن الواقع، أظن لكل كاتب خطة المعين وأسلوب المعين في الكتابة. أنا عن نفسي ككاتبة تستهويني الشخصيات الخارجة من رحم الواقع، يعني إحنا الحين مثلاً بالمعرض وإحنا موجودين بالقاعة وقاعد نسمع الأصوات اللي برا، أصوات الأطفال اللي قاعدين يصرخون، اللي قاعد يبكون، هذه مثلاً الضوضاء يعني ممكن توحي لي بفكرة أكثر منها بالأفكار الفانتازية أو الأفكار الخيالية أو يعني الإغراق بعيداً. يعني الواقع أظن أنه هو مليء بالتفاصيل، متشعب. إحنا حالياً نعيش في حقبة زمنية التفاصيل فيها جداً متتالية، يعني أعتقد ساعة واحدة من عمرنا ومن حياتنا مليئة بالحكايات، مليئة بالقصص. أنا عن نفسي ككاتبة أجد أني أنا أستطيع أن ألتقط من هذه التفاصيل شيء أكتب عنه ومواضيع تستهويني. يعني ربما الآخرين، في كتاب آخرين يفضلون الجانب التاريخي، يفضلون الجانب الفانتازي، يفضلون، أعتقد كل واحد وله يعني توجهه. وأيضا بالنسبة للواقعية كشخصيات، يعني على رأي آني أرنو الكاتبة الحاصلة على جائزة نوبل، ما ليس له قيمة بالحياة ليس له قيمة بالأدب. أنا مع هذه المقولة يعني وبشدة. طبعا أود أن أشير أن الكتابة عن الواقع يعني ليس بالأمر الهين، لأن العديد من الكتاب عندما يكتبون عن الواقع إما يجنحون إلى اليوتوبيا والمثالية، أو يقعون في فخ الابتذال بحيث أن يلامسون ظواهر الحياة المعاشة. بينما كتابات الأستاذة باسمة وهي غنية عن هذه الشهادة، وهي شهادة قارئ لست بناقد، هي غنية
وتستحق أن تدرس لأنها تتضمن العديد من الأنساق الاجتماعية والأبعاد النفسية التي قد تفيد القارئ والمطلع. ننتقل إلى المحور الآخر. هذه المجموعة عبارة عن مجموعة قصصية، والحقيقة أن المجموعات القصصية أو القصص القصيرة تحقق من وجهة نظري على الأقل تحقق جوهر البلاغة، إجاعة اللفظ وإشباع المعنى، وتبين لنا أن الأدب ليس كمًا بل كيف. فسؤال للأستاذة باسمة، لماذا يلجأ العديد من الكتاب عندما يريدون أن يمارسوا نقدًا اجتماعيًا إلى جنس القصة القصيرة أو نوع القصص القصيرة؟ على سبيل المثال للحصر، كتاب المجنون لجبران خليل جبران، نجمة واحدة قد تكفي للأستاذة باسمة، إضاءات العتمة لتسنيم الحبيب، أفكار عارية ليوسف الخليفة. ودي أسمع وجهة نظرك في العلاقة ما بين القصة القصيرة والنقد الاجتماعي. أظن النقد الاجتماعي ممكن للقصة القصيرة أيضا، بالرواية بالمسرح موجود، يعني غير مختص فقط بالقصة القصيرة، لكن القصة القصيرة كونها مختصرة، كونها يعني بموضوع واحد بمحور واحد، غالبا الحوار فيها بسيط، فتحمل أن تكون فيها الكثير من الأفكار. يعني كل قصة بفكرة بنقد اجتماعي، فلما نقرأ مجموعة قصصية كاملة أنت يعني تتوالى الأفكار فيها. لكن النقد الاجتماعي موجود في كل نواحي الأدب، غير مختص فقط في القصة القصيرة كجنس أدبي. نجمة واحدة قد تكفي، عندما نقرأ العنوان نحاول أن نسائل العنوان. نجمة واحدة قد تكفي جملة خبرية تتضمن أداة احتمال قد، وأدوات الاحتمال دائما مفتوحة أو تفتح أبواب الدلالة. هذا ما يتجلى لنا ظاهرا، وعند قراءة المجموعة القصصية نكتشف أن نجمة واحدة هو عنوان لإحدى تلك القصص، وبعد الانتهاء من قراءة تلك القصص نعود لنقرأ العنوان نجمة واحدة قد تكفي، فنكتشف أن عنوان إحدى تلك القصص انزاح ليكون عنواناً للمجموعة القصصية. فما الذي يدل عليه نجمة واحدة قد تكفي؟ هل الأستاذة باسمة عندما كتبت وأبدعت في هذه المجموعة القصصية هي لا تبالي بما يأتي بعد ذلك من إطراء أو إشادة، فهي زاهدة فبالتالي نجمة واحدة قد تكفي، أم إن نجمة واحدة قد تكفي هي تقييم للواقع المعاش، كون العديد من القصص هي قصص واقعية معاصرة، أم أن نجمة واحدة قد تكفي هي إنذار للقارئ لما آلت إليه الأمور؟ فالسؤال، هذه القدرة أو العناوين الشعرية كيف يستطيع الكاتب أن ينتج مثل هذه أو يختزل كل هذه المعاني في العناوين الشعرية، وكيف يجب أن تقرأ العناوين الشعرية من قبل القراء؟ في أكثر من سؤال بسؤالك. يعني بالنسبة للعنوان المجموعة، يمكن هو عنوان شاعري ونجمة واحدة، والناشر يعني الأستاذ محمد العتابي قال لي يعطي انطباع أنه ديوان شعري، لكن في الحقيقة هو بعيد تماماً كمضمون عن الشعر. النجمة الواحدة هي نجمة الريتنج أو التقييم، وحالياً في حياتنا المعاصرة أغلب الأشياء اللي نستخدمها كمستهلكين خاضعة للتقييم، يعني من المطعم اللي نروح له، القهوة اللي نشربها، حتى الكتاب اللي نقراه في نهاية اليوم نحط له ريتنج في موقع مثلاً جودريدز. تقييمنا كمستهلكين لكل السلع التي نستخدمها وهو سبب عنوان هذه المجموعة. يعني خاصة أن البطل في قصة نجمة واحدة قد تكفي كان من الناس الذين يقيمون وبشدة ما يستخدمونه. هي المجموعة يمكن لأنها لها علاقة بعوالم الاستهلاك، لها علاقة بالعولمة، لها علاقة بالنمط الحديث والحياة المعاصرة اللي نحياها، فوجدت أن هذا أنسب عنوان لها. وطبعا العناوين عادة أسأل الأصدقاء، يعني فيها يكون عندي شورت ليست بالعناوين وأسأل كذا صديق مما أثق في رأيهم، وغالبا يعني أستشف الآراء وبالنهاية أختار العنوان. القارئ لا مطلق الحرية يقرأ العنوان، ويمكن العنوان ما يعجبه يعني يفضل عنوان ثاني.
طبعا هذا هنت من عندي، يعني أنا بالعادة عندما أقرأ أي عمل أدبي أحاول أن أشائل العنوان قبل قراءة العمل، وبعد أن أنهي العمل أعود لأجد ما هي الإجابات على أسئلتي قبل أن أقرأ ذلك العمل، فقد تتفتح أبواب الدلالة أمام العناوين الشعرية. الحقيقة أن المجموعة، وطبعا الأستاذة باسمة أضافت بعدا آخر لنجمة واحدة قد تكفي، أننا حاليا نرجح تحت وطأة الاستعمار الاستهلاكي، نحن في الغالب مستهلكين شئنا أما بينا، فهذه دلالة تضاف إلى المدلولات الأخرى. جزء من واقعنا المعاصر هو المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، الإنترنت، وسائل التواصل المختلفة. يقول زيغموند باومان في المراقبة السائلة: إن الإنترنت لا يسرق إنسانيتنا بل يعكسها، إنه لا يلج إلى داخلنا بل يعكس ما بداخلنا، فلا تلوم المرسل على ما تجده سيئا في الرسالة التي أرسلها، ولا تمتدح على ما تجده حسنا، فالأمر يعتمد في النهاية على ما يحبه المرء وما يكرهه، على أحلامه وكوابيسه، آماله وهواجسه. كيف يمكن أن ننتقد ممارسة مستخدمي الواقع الافتراضي أو برامج التواصل الاجتماعي دون وجود نموذج مثالي يهتدى به أو إرشادات محددة للاستعمال السليم؟ ربما يكون الوضع القائم رغم عيوبه ومثالبه يعكس أنسب استعمال لتلك البرامج بحكم الحرية في مشاركة ما تشاء ومتابعة من تشاء وإزالة من تشاء وتقديم ذاتك كيفما تشاء. ما تعليق الأستاذة باسمة على ذلك؟ بالنسبة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا أخالفك الرأي، يعني لا أظن هناك شيء مثل الوصفة أو شيء مثل المانيوال يستخدمه المستخدم بحيث أنه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مثالي. هو غير مطلوب منه أن يستخدمها بشكل مثالي. المواقع التواصل الاجتماعي هي وسيلة، أو خلنا نفرض هي سلعة وإحنا المستهلكين لهذه السلعة. بالنسبة لزيغموند باومان، يعني هو أيضا له مقولة أخرى، أن بقدر خوفنا من انكشاف على الآخر بقدر ابتهاجنا بملاحظة الآخرين لنا. فاليوم مواقع التواصل الاجتماعي صارت خلاص، يعني أن الناس كلها تلاحظ الآخر ونحن نستمتع بهذا الشيء، يعني وأصبحت جزء رئيسي جدا جدا من حياتنا. يعني إحنا في حياتنا المعاصرة في القرية الكونية هذه أو في العولمة، العولمة هي عبارة عن أرض، الأرض هذه هي الإنترنت، هو ما يجمعنا يعني. فمواقع التواصل أصبحت شيء رئيسي في حياتنا، يعني مثل الأكل، مثل التعليم، مثل العمل، شيء لا يمكن الاستغناء عنه لغالبية الأشخاص. من وجهة نظري هو مو استعمال، هو كشف لبعض التناقضات، يعني التناقض ما بين الصورة المثالية اللي يطرحها الشخص نفسه وما بين واقعه، مثل في قصة ستارة مثقوبة، المرأة التي تعطي نصائح إلى الآخرين وداخل بيتها يعني تعاني من الأمرين. لكن هذا نقد، هو مو نقد كثر ما هو يعني إضاءة لبعض الجوانب يعني. لكن بشكل عام مواقع التواصل الاجتماعي استخدامنا لها أظن أنه أمر رئيسي جدا وأمر مفيد في حياتنا، له بعض الجوانب السلبية لكن هو أمر مفيد في حياتنا. طبعا عندما نقرأ لكاتبة فنحن نحتاج أن نستمع إلى صوت المرأة، نحتاج أن نستمع إلى قضايا المرأة، أراؤها، ألامها. فالحقيقة أنني وجدت عند الأستاذة باسمة ذلك الحس بالمسؤولية تجاه قضايا المرأة المعاصرة، ليس حسا أيديولوجيا كما يعني يروج في بعض التيارات، من بعض التيارات النسوية وغيرها، التي تفرض قضايا قد لا تتناسب مع سياق، قد تناسب سياقا ثقافيا معينا، ولكن المرأة هنا والآن ما الذي تعانيه وما الذي تفكر به، ما هي آلامها، ما هي آمالها، كل ذلك وأكثر كان يعني موجودا في هذه المجموعة القصصية. وعلى سبيل المثال للحصر،
نستطيع أن نستشف بعض المعاناة التي تعيشها المرأة في هذا العصر. في امرأة كل سبت، في قصة امرأة كل سبت كان لها أمنية، طبعا هنالك أمنيتين، أمنية لامرأة كل سبت وأمنية لفتاة ثلاثينية أخرى في قصة أخرى هي عداءة الغرف. تمنت المرأة الستينية، تمنت لو كانت الحياة باعتيادية التسوق وسهولته، مع قائمة مرنة من الاحتياجات في سوبر ماركت واسع آمن مكيف ونظيف مفتوح على مدار الساعة، مستقبلا للجميع، فيه أرفف للبهجة وركن تحمص فيه القهوة العربية بالهيل فتفوح الرائحة، مساحة كافية لسلع متجددة توصلها شاحنات كبيرة عليها علامات تجارية شهيرة. فالمرأة الكبيرة في السن المتقاعدة كانت أمنيتها أن تكون الحياة كاعتيادية التسوق في الجمعيات التعاونية على سبيل المثال، بينما الفتاة الثلاثينية تمنت لو كانت الحياة بسهولة التنقل بين تطبيقات الأجهزة الذكية ومرونة محو العبارات أو حذف المراسلات من أي جدار إلكتروني كما يليق بالعالم الرقمي الآمن. هذه الأشياء لم تعتدها أجيال عديدة من فتيات قبيلتها. تلك الأمنيات وغيرها من التفاصيل العميقة في القصص تشير إلى حجم المسؤولية المكثفة والمضاعفة التي ترهق المرأة المعاصرة في كنف أسرتها، بالإضافة إلى أعباء سوق العمل ومتطلبات الحياة واحتياجات المرأة المتزايدة طردياً مع النزعة الاستهلاكية. كيف تستطيع المرأة في ظل كل هذه المتطلبات أن تتكيف وأن تحقق السكينة والراحة الداخلية؟ أعلم أن الإجابة ليست بالسهلة، يعني إجابة جداً صعبة يعني. بس بالنسبة للكتابة عن المرأة، أنا وأنا أكتب المجموعة القصصية ما كنت أكتبها بنية الكتابة عن المرأة أو معاناة المرأة، أظني بعيدة عن هذا الموضوع. الشخصيات اللي موجودة في المجموعة القصصية هي شخصيات الأبطال القصص، كانوا أبطال من واقع الحياة، أو اللي نتكلم يعني عن أبطال الظل، ناس هامشيين في الحياة أو في الظل، عادة لا يسلط الضوء عليهم. صادف أن المرأة موجودة في أغلب القصص كبطلة يعني، لكنها مصادفة البحتة يعني، لم أتعمد هذا الشيء. واقع المرأة اليوم كامرأة عاملة وأم ومطلوب منها عدة أشياء يعني، أظن أن هذه الأشياء يمكن حاولت أن أبررها أو أن أوضحها في المجموعة القصصية في بعض القصص، وإن شاء الله يكون يعني هذا الأمر كان واضح للقارئ وأنا وفقت فيه. لكن في النهاية لم أتعمد أن أغلب الأبطال القصص يكونوا من النساء. طبعا الإجابة على محور المرأة قبل قليل والتساؤلات، هي مسيرة حياة للمرأة وقدر، نسأل الله أن يوفقهن. يعني الحقيقة في جزئية أعجبتني كثيرا، وهي التقاطة للمقابلة الحاصلة ما بين الأسماء المستعارة في الواقع الافتراضي كما في أميرة ويلز الصحراوية في المجموعة القصصية، ورضا سالم، شخصية رضا سالم اسم مستعار في برامج التواصل الاجتماعي، التي تعبر عن جزء كبير من حقيقتها في العالم الافتراضي لا تعبر عنه ولا تعكسه في الحياة الفعلية، وما بين الأسماء الحقيقية كما في الأسرة السعيدة في ستارة مثقوبة، والشخصيات في قصة هناك، وفي قصة هناك إجابة لكل شيء، التي تعبر عن ذوات زائفة لا تعكس حقيقتها في الواقع الافتراضي. هذه المقابلة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ظهور الشخصية باسمها الحقيقي وذات زائفة، وما بين اسم مستعار وجزء كبير من الذات الحقيقية. يقول أوسكار وايلد: امنح الإنسان قناعاً وسوف يخبرك بالحقيقة. كيف نستطيع أن نبرر ونفسر هذه المفارقة من وجهة نظرك؟ يعني بما أن الواقع الافتراضي هو انعكاس لواقعنا في الحياة، فواقعنا في الحياة يحمل هذا التنوع. الأشخاص أو الشخصيات التي في مواقع التواصل تحمل أسماء مستعارة، كانت تحمل الأسماء المستعارة لعدة أسباب يعني، في عداءة الغرف واقعها الاجتماعي،
احيانا الشخصيات هذه تظهر في اسماء مستعاره لنقد المجتمع او لنقد سياسي او لعده اسباب، والشخصيات اللي تظهر بكينونتها وبهويتها الحقيقيه ايضا لها اسبابها. فالتنوع اللي موجود في مواقع التواصل الاجتماعي هو نفس التنوع الموجود في الحياه، لا يختلف عنه. عداءه القرف يمكن هي كانت حاله استثنائيه، مو استثنائيه بالقصه بس بشكل عام في الحياه المفروض ان مواقع التواصل الاجتماعي تعطي الانسان مساحه من الحريه. عداءه القرف هي كانت تحمل هذه المفارقه، هي فتاه ليس لديها اي مساحه من الحريه في حياتها، وكانت نافذتها الوحيده للانطلاق على العالم هو عبر الاكونت مالها. يعني فضلت انها تسمي نفسها اميره ويلز الصحراويه بما يحمل من ارتباط يعني بالليدي ديانا والاشياء المشتركه بينهم. رضا سالم شخصيه تنتقد الواقع باستمرار، يعني لكي يكون عنده مساحه كبيره من نقد الواقع ومن نقد السلع اللي يستخدمها ايضا كمستهلك، كان يفضل انه يستخدم اسم مستعار، وحتى اسمه كان في مفارقه انه هو رضا سالم، وهو شخص جدا غير راضي عما يستخدمه. صحيح، يعني رضا غير راضي وسالم لم يسلم من نقده احد. طبعا قضايا الانسان المعاصر بشكل عام او معاناه، جزء من المعاناه الانسانيه التي يعيشها الانسان المعاصر، التمسناها في هذه المجموعه القصصيه. الشعور بالوحده والعلاقات الاسريه الصوريه والروابط الاجتماعية الهشة وتضخم الذات وعلى النقيض احتقار الذات والنهم الاستهلاكي، كل تلك المشكلات النفسية تجلت بوضوح في مجموعتك القصصية نجمة واحدة قد تكفي. هل الإنسان المعاصر يعاني إلى هذه الدرجة؟ وما الذي يمكن أن يخفف عنه تلك المعاناة؟ يعني أنت أيضا تصر على أن تسألني أسئلة صعبة، يعني هل يعاني الإنسان؟ كلنا نعاني بشكل أو بآخر. ما الذي يخفف عنه المعاناة؟ كل واحد له طريقته في التخفيف عن المعاناة. يعني بالنسبة لي أنا الكتابة هي مثل وسادة أضع عليها رأس المتعب يعني، وأكيد أنت عندك طريقتك وغيرنا عنده طريقته. مشكلات الإنسان المعاصر وتدوينها أظن أيضا هذه يعني الحقبة اللي إحنا عايشين فيها، هذه هي مشاكلها وهذا هو الواقع، وانعكاسها في الكتابة شيء طبيعي. يعني احنا لازم، او انا اشوف ان انا علي مسؤولية او شغفي ان اكتب عن الواقع اللي انا عايشة فيه ادونه. يمكن بعد سنوات تي اجيال من بعدنا تقرأ اللي انا كاتبته تقول في ذاك الزمن كانوا يستخدمون الانترنت بهالطريقة، كان عندهم منصة اسمها انستغرام يحطون فيها صورهم او شيء كذي. فافضل تدوين الواقع بشكله مع بعض الاضافات واستنطاق الشخصيات الظل اللي موجودة من حولنا. يعني الناس اللي ربما لا يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن يسلطون الضوء عليهم. يعني على سبيل المثال أنا لما أروح حفلات زفاف مثلا الوجوه كلها تدخل يعني تمعن في دخلة العروس طول الوقت. أنا عادة أراقب المصورة اللي تكون وراء العروس طول الوقت وتنتقل من مكان لمكان، دائما هي اللي تأسرني بحركاتها أن هذه عندها قصة قصيرة ممكن أكتب عنها وليس البطلة. فأيضا حتى مع تغير الزمن اللي إحنا فيه فكرة البطل السوبرمان البطل الخارق تغيرت خلاص، صار البطل شخص إحنا نعرفه، شخص ممكن نشوفه يعني في ممر الحين المعرض ولا نسمعه حتى بالإذاعة بصوته المشحون أسى ولا نقرأ تغريدة للشخص بائس ونظن أن هذا الشخص شلون صايرة حياته وشنو اللي خلاه يكتب هالتغريدة، ويعني ممكن نبتكر عدة أعذار وعدة أسباب ممكن نكتب عنه. يعني فالشخصيات موجودة من حولنا. طبعا أستاذة باسمة بدبلوماسيتها أجابت عن هذا المحور، ولكنني أعتقد أن من خلال نقل هذه الصور من المعاناة الإنسانية أستاذة باسمة تقول لكل من يعاني لست وحدك، يعني لست وحدك، فهذه قد تخفف جزءا من المعاناة الإنسانية يعني إلى حد كبير. طبعا بالإضافة إلى قراءة الأدب وكتابة الأدب، هذه من الأمور التي تخفف معاناة الإنسان. المحور الأخير ومن ثم إن شاء الله سنفتح المجال للأخوة والأخوات اللي عندهم أسئلة. لاحظت محاولاتك في استشراف المستقبل كما يتضح في قصة حقائق شائكة وقصة استدامة، وهي نظرة متفائلة
لا تتسقوا مع معطيات الواقع، ما سر هذا التفاؤل بالمستقبل؟ ربما التفاؤل لكي نخفف من معاناة اللي أنت ذكرتها، يعني حيث أن كلنا نعاني. حقائق شائكة واستدامة تتكلم عن موضوع الساعة اليوم، أو صار له 5 سنوات 6 سنوات السستينابلتي في كل مكان تسمع موضوع الاستدامة والاستدامة والاستدامة. هل إحنا كمجتمعات نطبق هذا الأمر؟ هل لدينا الاستعداد لتطبيق هذا الأمر بحذافيرة؟ يعني هذا السؤال اللي طرحته قصة حقائق شائكة. وبالنسبة لقصة استدامة، هي غير متفائلة في استشراف المستقبل. هي إذا كنا نطمح أن يكون مستقبلنا جيد للأجيال اللي بعدنا، فيفترض فينا أن نحارب الفساد. كيف نحارب الفساد؟ بطريقة كانت بسيطة. يعني مرادم النفايات في هذه القصة سموا كل مردم نفايات أو كل جادة في مردم النفايات على اسم واحد من الفاسدين، وخلدوا اسمه في هذا المردم. يعني فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة أكيد مستقبلنا راح يكون باهر. الله يعطيك العافية أستاذة باسمة، ونتمنى أن يكون المستقبل مشرق للجميع بإذن الله. نفتح المجال للأسئلة للأخوان والأخوات، من لديه سؤال للأستاذة باسمة حول كتاب نجمة واحدة قد تكفي، أو المجال مفتوح للجميع. مساء الخير، معكم سعداء الدعاس. أنا جدا سعيدة بوجود باسمة اليوم. باسمة اسم مهم في عالم القصة، ليس على مستوى الكويت فحسب، إنما على مستوى المنطقة. أنا شخصيا تابعة تجربة باسمة من البداية، وألاحظ أنها أصلا مأسورة بالشخصيات الهامشية في كل أعمالها. يعني حتى في الرواية انتبهت لرجل الأمن، انتبهت للسكرتيرة، وهكذا. أعتقد أنه هذا بشكل دائم بالنسبة لباسمة. وأكثر ما يميز باسمة ربما من جميع مجايليها فكرة الاشتغال اللغوي، وسعيدة جدا أنه هذه اللغة لا تكون ساكنة مع باسمة، دائما هي لغة متحركة، تشعر بأنك تقرأ كل تفاصيل الشخصية وتذوب فيها. أنا شخصيا اشتغلت على قصص باسمة مع طلبتي لتحويلها إلى مسرحيات أكثر من قصة. العام الماضي حولنا قصة امرأة كل سبت إلى نصوص مسرحية، هذا العام ستارة مثقوبة. أعتقد أنه باسمة تجربة مهمة، ويعني أشكر المجلس الوطني أنه أتاح لها الفرصة اليوم، وهذا تعليق الوحيد. شكرا. يعني سعداء الدعاس، يعني أي شهادة منك يعني وسام أعتز فيه. يعني سعداء كصديقة، وسعداء كناقدة، وسعداء كأكاديمية، وأيضا قبل كل هذا وذاك يعني كأديبة. وسعداء من الناس اللي أنا أستشيرهم أحيانا لما أكتب بعض القصص، يعني وتعطيني رأيها الواضح والصريح. بالنسبة للشخصيات الهامشية، فعلا يعني أنا يمكن مؤخرا اكتشفت أن أنا مغرمة بإني أخذ الشخصيات الهامشية أو اللي من الظل وأكتب عنها وأتناولها يعني. وشكراً. أستاذة باسمة، أنا عندي سؤالين. هل توجهك للقصة القصيرة ينم عن تشجيع هذا الجيل للتوجه إلى القراءة من جديد، كون هذا الجيل يفضل هنقول أو لا زال يعني يبحث عن السبيل القراءة المشوقة، فتكون القصة القصيرة نموذج للتشويق والعودة إلى وهج القراءة؟ السؤال الثاني، دائما تتطرق باسمة إلى بين قوسين المسكوت عنه في السرد، فيعني هل أنت فعلا ممن يقتنص أفكار المسكوت عنه في الأدب المحلي إن صح التعبير؟ شكرا. شكرا دكتور عيسى. بالنسبة للقصة القصيرة وموضوع الأجيال الجديدة أنها تقرأ، يعني أظن يعني لست في محل أن أشجع الأجيال الجديدة أنها تقرأ. أكتب القصة القصيرة لأنها تناسب نمط حياتي يمكن أكثر في الفترة الأخيرة، مع انشغالاتي وكوني أم وامرأة عاملة ووقتي مستنزف على الآخر. يعني لما أجد مساحة صغيرة للكتابة أجد أن القصة القصيرة هي أنسب شكل لها. بالنسبة للمسكوت عنا في السرد، أنا سعيدة برأيك أن أنا أكتب عن أشياء مسكوت عنها. يمكن أنا اللي أحاول ألتقط الأشياء اللي
اللي مو هي يعني غير مألوفة في السرد أكثر منها مسكوت عنها في السرد. الأفكار المكررة أو المتداولة أو المكتوب عنها بكثرة غالباً أتجنبها يعني. فيمكن هذا السبب أنت تشوف أن هي مسكوت عنها، بس هي ممكن تكون غير مألوفة. مساء الخير هدى الشوى، شكرا أستاذ عبد الله لقراءتك الواعية في أدب صديقة باسمة. أنا متابعة لباسمة منذ البدايات، مبروك المجموعة القصصية الجديدة باسمة. فعلا قبض الأستاذ عبد الله على اهتمامك بالواقع الافتراضي بعوالم الجيل الإلكتروني، والتقاطت العنوان غير الشاعري. هي نجمة واحدة قد تكفي، ليس ديوان شعري كما قال. النجوم والغرف والخدمات والدردشة هي كلها افتراضية، فالنجمة افتراضية والغرفة في قصص باسمة افتراضية، والخدمة والدردشة وغرف الشات هي شات في عالم الافتراضي. هذا هو عالمك الذي تعودنا عليه والذي نستمتع ونحن نقرأ مآلات هذه الشخصيات المتغيرة في هذه القصص. هل ستكمل باسمة تشكيل هذا النهج، نهج مميز أصبح يعني صار لديك صبغة في كتابة أدب ثقافة الاستهلاك، في الاستهلاك الكويتي بالذات، الأدب الرقمي، في تمثيل هذه التغيرات الاجتماعية؟ هل هذا النهج ستستمرين عليه باسمة؟ وشكرا. شكرا هدى، أنا محظوظة جدا أن عندي صديقات يعني مثلك. يعني من البدايات، من بدايات التجربة الأدبية لي كنتي متابعتني وعندك دائما يعني هذا الحس النقدي وهذه الملاحظات القيمة. وهو بالنسبة لأن استمر في هذا الجانب أعتقد شيء طبيعي، لأن هذا واقعنا وأنا مغرمة بالكتابة عن الواقع. أيضا أنا مغرمة أو يستهويني الكتابة عن النيو سيتيزن أو الديجيتال سيتيزن اليوم اللي موجود في عالمنا. يعني إحنا بالنهاية كلنا من مواطنين رقميين أصبحنا، ولنا علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعالم الإنترنت الواسع وبهذه الشبكة الكبيرة. فطالما هذا الأمر موجود في حياتنا أظن سأبقى أكتب عنه أو سيبقى يستهويني إلى حد ما. يعني لا أتخيل نفسي في يوم من الأيام ممكن أكتب رواية تاريخية أو خيال علمي نهائيا. مرحبا، مهدي سلمان. بغيت أسأل بس عن بالرجوع إلى مسألة الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة. أعتقد أنه أنت أكدت أنه لها جوانب السلبية ولها جوانب الإيجابية، فأكثر من إجابة كان واضح أنه أنت تكتب الكتابة من أجل الكتابة أو من أجل المتعة الشخصية في الكتابة، لكن سؤالي هو ما وراء وسائل التواصل هناك أشخاص وأنظمة وذباب إلكتروني يوجه بوصلة حتى المجتمعات أحيانا باتجاه نظر لقضية معينة، للانحراف عن قضية معينة. كذلك الأدب أعتقد في كثير من الأحيان كان له في هذه الشخصيات اللي تحرف الأدب باتجاه معين بعيدا عن جانب آخر. ألا تعتقدين أن هناك وراء كل شخصية من الشخصيات الهامشية ثمة من يحرك مساراتها أشخاص آخرين ونظم أخرى؟ وما هي أهمية هذا الأمر جانب الأسباب، خلنا نقول أسباب، إذا كنا نتكلم عن المعاناة، إذا كنا نتكلم عن التعاسة، إذا كنا نتكلم عن هذه الشخصيات الهامشية، من همشها بال 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 ألا يعنيك أن
أن تفهمي من همشها، من في كتاباتك قصدي. إن أستاذ مهدي اللي أنت قصدته يمكن البعد السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي والأمور هذه والأيديولوجيات والأنظمة. إحنا اليوم نتحدث عن أبطال المجموعة القصصية في نجمة واحدة. الأبطال المهمشين هؤلاء يعني عداءة الغرف، امرأة ليس لديها سقف حرية، تعيش في بيت صغير، مساحتها الوحيدة أنها تدخل غرف الكلوب هاوس وتتكلم بحرية، في ستارة مثقوبة، امرأة متناقضة تعطي نصائح للمجتمع، وحياتها مختلفة تماما يعني عن هذا الأمر. الشخصيات اللي في المجموعة القصصية لم يكن هناك أحد يحركها، شخصيات عادية، شخصيات التي ستصادفها يعني عند ذهابك للمستوصف وأنت تنتظر، عند ذهابك إلى الجمعية في الطابور وأنت تحاسب يعني عند الكاشير، لم يكن وراها أشخاص يحركونها بأيديولوجية أو في بعد سياسي لها، كانوا أبسط من ذلك يعني. إنما بالواقع، الواقع طبعا مختلف، الواقع اللي أنت تتكلم عنه الواقع الشامل والعام اللي يحتوي مثلا أكثر من هذه المجموعة القصصية بكثير، بالتأكيد هذا الأمر موجود. مساء الخير، شكرا أستاذ عبد الله، شكرا باسمة صديقة قريبة من القلب وأيضا من كل الأشياء اللي نحس فيها مع بعض دائما. أكيد لما تكتبين جزء كبير من التعبير عن ذات، لكن أنا أعرف باسمة الجزء الأكبر هو للتغيير أو الحلم بالتغيير. إلى أي مدى سواء أنت ككاتبة منفردة أو مجموعة الكتاب من جيلك ساهموا أو استطاعوا أن يغيروا شيئا أو يؤثروا بشيء ما على أصحاب القرار في أي مكان، سواء يعني أتكلم بالواقع السياسي، الواقع الثقافي، الواقع الاجتماعي، في أي مجال من مجالات، ما زالت كثير من الأمور كما كانت أو كما توقعنا أن تبقى، وما زال الكاتب يكتب، فإلى أي مدى عندك يعني تصور لهذا التغيير، أو هل في تغيير إحنا مش لامسينه، يمكن أنت لامسته ككاتبة أو كجيل لامسه؟ شكراً علاء. بالنسبة للمساهمة بالتغيير، إحنا يعني محظوظين جداً إذا غيرنا في حياتنا إحنا الشخصية، يعني إذا كل واحد قدر يغير في حياته الشخصية أو في حياة الناس المقربين منه يكون محظوظ يعني، وهذا الشيء أيضاً لا يتوفر يعني معظم الأحيان. التغيير على مسار المجتمعات، إحنا مجتمعات لا تقرأ أصلاً، علشان الكاتب يكون له دور في التغيير أو حتى في صنع القرار، وأغلب الكتاب غير معروفين إلا في نطاق القراء يعني، وحتى في نطاق يعني ضيق جداً من القراء. إذا الكاتب ما كان بستسلر أغلب القراء أصلاً ما يعرفونه ولا 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 سمعوا فيه. يمكن الأخ عبد الله يعني لما قرأ المجموعة القصصية، هو سابع إصدار لي أو سادس إصدار لي، تفاجأ إنه قال لي هو أول مرة يقرأ لي يعني. فإحنا أصلاً إحنا أصلاً كتاب إلى حد ما في الظل، فما أتوقع ولا يعني ولا أحلم إنه يكون في لنا دور في التغيير، إلا يمكن على المدى البعيد جداً وعلى المدى الطويل. يعطيكم العافية جميعاً. طبعاً أعتقد أن الأستاذة باسمة أشارت إلى نقطة جديرة بالاعتناء، لو كل قارئ يعني يعتني بما يقرأ قراءة فاحصة دقيقة لا أحدثت ما ينتجه المخلصين أثراً في نفسه، فأعتقد أن هذا يعني إبراء ذمة أمام الله سبحانه وتعالى. نتمنى التوفيق للأستاذة باسمة في مسيرتها الأدبية، نتمنى أن ما قدمناه فيه النفع والفائدة. أشير في نهاية هذه المحاورة أو المناقشة إلى أن الأستاذة باسمة لها توقيع لمجموعتها القصصية نجمة واحدة قد تكفي في جناح منشورات تكوين قاعة 6 جناح 21. يعطيكم العافية جميعاً.